مثلا الطبوع الاولى اللي كنتي تغنيها، الاغاني الاولى اللي حفظتيها؟ نشفى بيسيغ نشفى. تقدري تعاودهم لنا؟ جيبي لنا هكذايا اغنيه من الاولانيين اللي بديتي بهم. شوف قبل ما نغني لك شويه، كنا ندرسوا في مدرسه المكفوفين بالعاشور، وكانوا يعني يديروا لنا دي زاكتيفيتي هكذا باش ما يكونوش كيما باغ اكزومبل خدمه الصوف ونقولوا لي زيغوي خدمه. وكنا ندرسوا ميم طون موسيقى. كان انا ذاك المطرب المشهور في الشعبي الله يرحمه سعيد الغبريني. سعيد الغبريني هذا هو اللي كان اللي اكتشف صوتي، وكنت نغني الأغنية الأولى اللي بديت بها قبل ما نروح للحانوة شباب. أيوة. كي كنت صغيرة كنت نغني لله وكلت أمري، الشي من الله مكتوب ما غاضني في صفري إلا فراق المحبوب. وكانت الأغنية الثانية سامحني حنينا يا حنينا يا حنينا يا قمر سلم على غيابنا